لم تكن شحنة النترات التي وصلت إلى بيروت عام 2013 عبر السفينة روسوس قد تكون هناك فرضية، يعني قد تكون هي الوحيدة التي وصلت إلى لبنان، لأنه تبين معك أنه في بواخر أخرى غادرت موانئ في جورجيا إلى بيروت وطرابلس وسوريا، ما تأكدت إذا هي كانت محملة بعد على متن نترات الأمونيوم، ولكن في شحنات تزامنا هذا الأمر حصل مع أنه في شحنات من نترات الأمونيوم خرجت من جورجيا، كان من المفترض أن تذهب إلى الموزمبيق لكنها لم تصل، فهل مصير هذه الشحنات كمصير شحنات روسوس؟ هذا الشيء الأساسي اللي تأكدنا منه بداية، واللي هو يعني فعلا أنا ما كنت موقع أنه يكون كل الكميات اللي طلعت انه اقله بحسب الداتا اللي جبناها من ميناء الموزمبيق، ان لا يكون هناك اي طن منها قد وصل الى الموزمبيق. فعليا انا ما توقعت انه كميه 40,000 طن، انا قلت ممكن يكون في كميه اضافيه، شحنه اضافيه، او ما توقعت تكون القصص هالقد مكشوفه انه 40,000 طن بيطلعوا بحسب الاوراق الرسميه اللي استحصلنا عليها من وزاره التجاره بجورجيا، وبالمقابل ما يكون في ولا طن وصل، وبالتالي هذا اسس بالاول نحن لا هذا هي مش فرضيه، هيدي واقع، هيدي حقيقه، هيدي مستندات. هلا اللي عملناه نحن بما انه روسوس كانت محملة وحدة من هودي الشحنات واجتها لبنان، طبيعي واحد يشك انه طالما كل هالكميات ما راحت، يعني كانت هيدي الكميات عم تتهرب على اماكن اخرى غير الوجهة المعلنة اللي هي الموزمبيق، وطالما وجهة من هالوجهات عرفناها اللي هي لبنان لانه روسوس اجت على لبنان، فطبيعي واحد كانت رايحة على الموزمبيق، وحدة من الشحنات كانت محملة من روسوس، وبالتالي طبيعي واحد يفكر بالمنطقة اللي هي لبنان وسوريا اللي اجت روسوس عليها لبنان تحديدا. فطلبنا نحن مثل ما شفنا كشف بكل البواخر اللي طلعت من جورجيا وكل البواخر اللي فاتت على لبنان وسوريا، تبين لنا انه البواخر اللي فاتت بهذا المدى الزمني هي 4 بواخر للمصادفه، هي اكيد مش للمصادفه، ولكن انه كل هيدي البواخر الاربعه وعددناها هون ليدي ماريا وجينان وساليكس وروسيتش 11 تنتمي الى شبكه تعرف باسم شبكه اوديسا، اوديسا نتورك، كانت متهمة أو كان هناك دراسات موسعة عليها وثبت أنها تقوم بين 2011 و2015 تقريبا بعملية تهريب سلاح ومتفجرات وذخائر إلى سوريا. طيب يعني ما بعرف كنا عم نحكي قبل وانه في كتار بيقولوا انه انتم مصممين توجهوا يعني هيدي انا بدي هون بدي اقول لك شيء، انه انت عم بتقول انه هذه الشحنات للمصادفه او هذه البواخر للمصادفه عم تجي على لبنان وعلى سوريا بهي الفتره بين 2012 وال2000 لا هي عم تجي بين شهر 9 وشهر 12 2013 أوكي. اللي هو تم على نحن كنا بصدد توسي عفوا في رسام أطشك، بس انت قبل بالوثائقي بابور الموت سلطت الضوء على مجموعه من رجال الأعمال سوريين يلي هن لهم علاقة بالنظام السوري. طيب هل في علاقة لهول الأشخاص بهذه البواخر الأربعة اللي عم نحكي عنها؟ هودي الرجال الأعمال لهم علاقة بشركة سافارو ولهم علاقة بروسوس يعني بالباخرة FBME اللي هو بقبرص اللي صاحب الباخرة، ما هو القصة قد ما متشعبة يعني اللي أخذ منه صاحب الباخرة قارض واللي يشتبه بأنه هذا القارض كان لتبييض الأموال وعرضنا يعني وحتى المهتم بيقدر يرجع يحضر هيدي الأجزاء. إلهم علاقة بأوديسا؟ هول رجال الأعمال السوريين ما إلهم علاقة مباشرة بالبواخر الثانية، ولكن كل هول المنظومة، منظومة البواخر ومنظومة الشبكة تنتمي إلى شبكة تعرف باسم شبكة أوديسا نتورك، كانت معنية بتهريب السلاح يعني إلى حتى سوريا. هؤلاء رجال الأعمال أنا للأمانة بموضوع ربط مباشر بينه وبين أوديسا ما بقدر أقول لك إيه أو لا، لأنه أنا ما اشتغلت عليهم بهذا الجزء، ولكن الفكرة يعني حتى أوديسا نتورك منا شبكة منفصلة، يعني هو كان في مجموعة شبكات منفصلة متصلة إذا بدك تقوم بعمليات تهريب سلاح. أنا ما اشتغلت على اسم مدلل أو اسم عماد خوري أو اسم جورج حسواني إذا موجود بهذه الشبكة، ولكن أنا أقول الشبكة اللي روسوس تنتمي لها اللي هؤلاء الأشخاص مجموعة منهم كانت تقوم بهذه العمليات. ويعني نحن بنرجع بنقول وهذا دليل أنه حتى الأمريكان ما بدهم يساعدوا، لو بدهم يساعدوا كانوا بيعطوا التحقيق معطيات أكثر. مدلل خوري بال2015 وضع على لائحة العقوبات بتهمة محاولة إدخال أمونيوم نيتريت إلى سوريا أواخر 2013 من خلال شركة روسية، يعني تقريبا كل المواصفات اللي قالها على روسوس وسافارو على شحنة سافارو. تم الأمريكان يعني لما يحطوا هيك معلومة ويرجع يتبين بعدين هذا الربط، يعني الأمريكان عندهم معطيات، بس حتى الأمريكان عم يشتغلوها بالسياسي وما بدهم يعطوا معطيات. بس أرجع أقول لك أنه نحن
أنا تحديدا، وأنا كتير بجرب حيد حالي عن الأجندة السياسية. بعرف في ناس إنه المصلحة يتهموا حزب الله ويتهموا سوريا، وبعرف في ناس حتى بالإعلام برا إذا بكرة قلت إسرائيل اللي أصفيت ما حيتحمسوا ليواك بشغلنا لو كان عندك دليل مادي، لأنه هول بيشتغلوا بأجندة سياسية. أنا لا عندي عداء لحزب الله ولا عندي عداء للنظام السوري ولا معني بكل هودي القصص. أنا بهمني بإطار شغلي يكون مهني وأقدر أوصل لنتائج، بس بنفس الوقت ما عندي عقدة أنه إذا تبين أنه هيدي الشحنة لا رجال أعمال قريبين بالنظام السوري لا حخاف ولا حفكر بأنه والله فلان بيزعل أو هودي بيتهموني أنه عميل أو ما بيعنيني. يعني أنا اللي بشوفه رح أقوله، اللي قادر يكذبنا بالمعطيات يطلع يكذبنا هالقد طيب ببساطة. طيب يعني هول الأربع بواخر رح تحاول ترجع تتبع ماذا كان على متن هذه البواخر أو شو كان في مثلا وحدة من هودي البواخر؟ يعني هيدي يعني اللي شو هي صعبة بالعملية البحث. أكيد في صعوبة، بس مثلا وحدة من هودي البواخر اللي وصلت على مرفق بيروت، ما هي كمان بيخليك هيك شوي تستغربي. وانا اشتغلنا شيء نحن سوا وشفت الباخره بطرابلس اللي اجت وكانت على اساس محمله امونيوم سلفيت وعلى اساس تطلع لبرا وطلع على قلبها كمان امونيوم نيتريت. طب وحده من هول البواخر فاتت على مرفق بيروت ومصرحه انه هي محمله امونيوم سلفيت، يعني هلا يعني اوكي ما حطوا امونيوم نيتريت بنسبه يمكن عاليه تنقول اذا هي كانت محملتهم، لانه بيصير بدها فحص مختبري وممكن ما يخلوها تفوت للباخره، بس اجوا محملين بماده هي عباره عن امونيوم دعوا انه سلفيت، يعني كياس بيضة. هلا بتقدري ترجعي بالزمن 7 سنين تتشوفي؟ اكيد ما حتقدري، بس كثير كان سهل التلاعب. وعم بقول لك اشتغلنا على شيء سوا وتقريبا ثبتناه اللي هو بطرابلس. للاسف يعني رح نجرب نجيب الداتا، ولكن مثلا هذا اللي بهيك حال اللي لازم ينعمل، وهذا كمان له علاقه برجع بقول بالباخره اللي اشتغلنا عليها، انه ينشاف هالكميات اللي فاتت اذا جاي على اساس امونيوم سلفيت او امونيوم نيتريت وتغير الاسم شو ما كان، ينعمل تراك انه هيدي فاتت على لبنان. طب لوين راحت هالشركه اللي اشترتها لهيدي الشحنه؟ اذا كانت شو ما كانت مفروض تكون بعتها لاشخاص محددين. لمين ينلحق وينشاف اذا في شيء مش شيء غلط ولا لا. بده عمل مش بس جبار، بده عمل حدا يكون عنده سلطه، بدك عمل جدي من قبل السلطات. بدك حدا عنده سلطه. نحن اخر شيء اكثر شيء بيقولنا ما لك عليها، يعني ما حنعطيك ولا معلومه. ولكن كان ملفت انه هذا، يعني انت رحت على جورجيا بهدف الدخول الى هذا المعمل اللي انت قلت بمشهد انه تشتم رائحه الموت او رائحه القل، يعني هيدي الطبخه اللي كانت عم تنطبخ بتذكرنا اكثر مني حاضرة منيح لا، لأنه في زملاء اتصلوا بدهم يكتبوا عن اللي عملناه ومش حاضرين، فواحد بينبسط. هلا مش عم جاملك على الهواء يعني، بس فعليا لأنه بحس إنه بينبسط طالع مع حدا حاضر وعم يستفزه تيطلع منه أجوبة، مش مع حدا بده يرجع يشرح له الدوكيومنت. لا أقل شيء يعني نكون محضرين قبل ما نطلع الهواء. طيب كنت بهدف لما لو فت على هذا المصنع شو كان بدك تعمل؟ يعني شو كان الهدف من انه انت ذهبت الى جورجيا لزياره روستافي ازوت؟ مع مين كان بدك تتواصل؟ هل كنت بهدف تجيب داتا اضافيه؟ هو هذا الهدف نحن نجرب نجيب من المصنع الداتا اللي لها علاقه بالشحنات، لانه في كذا شحنه تمت بين هذا المصنع وبين شركه سافارو. نحن بدنا نجرب نعرف انه مين هالشخص اللي بمصنع روستافي ازوت اللي كان عم يوقع هيدي التعاقدات مع شركه سافارو، ونشوف شو اسمه وشو اسمه. يعني نحن تخيل لحد هلا ما بنعرف من قبل شركه سافارو مين الشخص اللي وقع يعني على العقد اللي اشترى البضاعه. يعني هيدي منه تفصيل انه ليه المصنع بموزمبيق بيقول لك وليه المصنع بجورجيا بيقول لك. يعني الشخص اللي اشترى الشحنه نحن بنعرف انه في شركه اسمها سافارو ما لها وجود فعلي، بس هيك شركة وهمية. وبيجي هون بيقولوا لك انه لا هيدي عمليه تجاريه وانه هي هيدي الشركه كانت ما عم تتهرب من الضرائب، يعني بيصيروا يستغبوا العالم ولهيك مش مصارحين انه عندهم نشاط. بس ما هي القصه ابعد من هيك بكثير، وهي مش قصه انه شركه حقيقيه ومخبيه ارباح او مخبيه صفقات، هي شركه صوريه شيل كومباني، وفي دراسات ليوم الدراسات عن الشيل كومبانيز وكيف تشتغل وشو لها علاقه بتهريب السلاح وبتهريب المتفجرات. بس يا حنيمه المشكل وين؟ انه بالسياسه يعني نحن ما حدا يعني بتطلع انت بتشتغلي على شغل شهرين ثلاثة أربعة أشهر، بيطلع حدا بخطاب سياسي بيركب ما بيركب على بعضه هيك
بيبقى بأبسط نقاش قانوني هذا الحكي اللي عم يحكيه بيسقط، بس لأنه بيبقى هو هذا الشخص عنده جمهور وعنده ناس بيصدقوا، وبتصيري أنت مضطرة يضيع كل وقتك على أنك تجادلي بأبسط الفرضيات، وهذا بمحلات فعلا مش محبط، أنا ما بحبط، ولكن بيحسسك أنه قديش أنت عم تشدي بمحل بدون غايات، وقديش في ناس ممسك متمسكة بأنه بس تاخد رأي معلب وتعيده وتلوكه. طيب 40,000 طن نحو 40,000 يمكن يطلعوا زيادة شوي، نحو 40,000 طن من نيترات الأمونيوم خرجت من جورجيا وجهتها كان من المفترض الموزمبيق. طيب الموزمبيق عم بيقولوا هن أساسا مش طالبين هذه الشحنات ولا 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 ما وصلت، كانوا طالبين أو ما وصلت؟ لا هلا هو بالموزمبيق يعني بدك تتواصل تسيري مع كل المصانع، نحن بنعرف هذا عمل اخر، نحن بنعرف يعني المصنع الاف اي ام هو بيعترف انه طلب 11,000 طن وبيدعي انه استلمهم، يعني ما بنعرف ال 40,000 كلهم اذا كانوا له، لانه انا جربت كمان يعني بجورجيا 15,000 طن طلعوا بنفس الوقت، بس هول ما بنعرف اذا له، هو بيقول نحن قبل هيدي الشحنه طلبنا 11,000 طن بنفس الفتره الزمنيه، بنفس الفتره اللي طلعت فيها ال 2950 طن في 11,000 طن طلعوا قبل بسبعة ثمانية شهور، وفي حوالي 15,000 طن طلعوا بنفس الشهر. هل هو طلب اللي قبل ولا طلب من دول؟ ما حدا بيعرف. بس هو بيقول لكم انه نحن طريقة شحن نيترات الأمونيوم ليست عبر حاويات المستوعبات اللي بتكون هيدا هون، يعني هو في رسالة انا هون مسجلة نوت انه هو المتحدث باسم المصنع الموزمبيقي عم بيقول انه لم نقم مطلقا باي عملية شحن للأمونيوم نيترات من خلال البواخر الحاويات، لما سالته عن موضوع ال 15,000 لانه هو نحن يعني مش لهم يعني ولا كيف هو تبين انه مش لهم لسبب ابعد من هيك، لانه بالاخر ما في ولا شحنه وصلت على موزمبيق، يعني هو بيدعي انه نحن اخذناهم واستلمناهم، نحن الارقام بينت انه مش واصل ولا طن من جورجيا على موزمبيق، وبالتالي كيف بتقول انت جبتهم واستلمتهم؟ لو جبتهم واستلمتهم بدهم يبينوا بالسجلات الموزمبيقيه، بس ابعد من هيك نحن سالناه، لانه وقت اللي كنا عم نشتغل على قصه البواخر في باخره وحده طالعه على موزمبيق بشهر 9 بالتزامن مع ال 15,000 طن اللي انشحن، وهيدي الباخره هي باخره حاويات، فانا بعثنا له سالنا لانه انا قالوا لي الامونيوم نيتريت اجمالا صعب كثير ينشحن بالكونتينرز لعده اعتبارات لها علاقه بالمساحه اللي بتاخذها الكونتينرز بدون داعي وبالسلامه العامه، يعني كثير صعب وحتى بثير الشبهه اكثر تشحنه بكونتينر، فسالنا قال لا نحن ما بنشحن بكونتينرز. بس 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 ليه يعني بس انا بدي استوضح شغله انه يعني ولا شحنه من الشحنات اللي كان لازم تروح على الموزمبيق وصلت على الموزمبيق؟ هذا اللي تبين. طيب ما مكتوب اسم الشركه اللي هي الاف اي ام على الاكياس؟ لا كتب على الاكياس تيكون في سهوله بينها تطلع ممكن تكون لعمليه التمويه او تمويه. يعني ما في الكياس ما لها اي دلاله، هن بالعكس عم يطلعوها نظامي، ما هي طالعه من حتى على مثل ما بلشت عم تحكي انه على الصفحه الرئيسيه لروستافي ازوت في هذه الصوره اللي مكتوب عليها. هون بتبلشي تحسي هل هالمبالغه، لانه اجمالا حتى ما في هيدا شو بيقولوا الكرم بالدفع على تكاليف الاكياس، لانه هيدي يعني مواد زراعيه بينحط هيك بطريقه معينه انه اسم الشركه وكذا وتنعرف باكياس الاف ام بتحسي سخين عليها، يعني مدفوع مبالغ محطوط اللوجو كبير، وبتبلشي تفكري هلا بعد هل كانت هالمبالغه باظهار انه موزمبيق واف ام هو لاعطاء طابع شرعي اكثر ولا يثير الشبهه؟ ممكن، لانه فعلا ملفت الكيس يعني كيس. طيب.